المجد للآب والابن والروح القدس في ابتدائنا وانتهائنا، والتفض مراحمه علينا الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا أيها الرب يسوع في هذا اليوم الذي أعلنه قداسة البابا فرانسيس يوم صلاة من أجل لبنان، أن نمدحك ونسبحك ونشكرك على وطن الرسالة لبنان الذي تغنى به الكتاب المقدس، وشبهت الأناشيد طلعتك ومهابتك بأرزه. ونسألك بحق قدميك اللتين وطئتا أرضه في أثناء زياراتك المتكررة له، أن تبرئه من الشرور التي يتخبط بها، كما شفيت ابنة المرأة الكنعانية، وأن تظهر مجدك في وسطي كما أظهرته في وليمة عرس قانا، فتفيض خمر الفرح في خواب ربوعه الفارغة، ولك من آيات التسبيح والشكر من الآن وإلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. برخمور لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى ابن الآب الأزلي الذي باركنا بميلاده وطهرنا بعماده وخلصنا بصلبه وأحيانا بموته وأقامنا بقيامته ورفعنا بصعوده وقدسنا بروحه. برخمور أبونا المسيح محب البشر محبة لا وصف لها، إليك نبتهل بقلب منصحب وتوبة صادقة هاتفين، أنت الباب الذي يقرعه جميع التائبين، أنت الراعي الصالح الذي يدعو إليه جميع الضالين، أنت معين المبتهلين إليك ومنقذ اللائذين بك. والآن نسألك على عطر هذا البخور، اقبل صلوات شعبك المؤمن الضارع إليك، ارفع شأن كنيستك المقدسة، واهدي إليها البعيدين عنك وعن شركة أسرارك الإلهية، اجمع المشتتين داوي منكسري القلوب، أرجع الأسرى وأطلق المعتقلين، لينشر الإيمان المستقيم في بيعتك إلى نهاية العالم، وليأتي ملكوتك في قلوب الناس أجمعين. بارخ مورابو. فنسجد لك ونسبحك ونشكرك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. يا معي من لبنان من وادي من وهم الأسن الشاعر، هيا معي من لبنان من أفنان الأرز التياه العامر، هاليلويا من لبنان في سر عندنا
اقبل اللهم بخورنا، جدد به نفوسنا، أفض علينا نور معرفتك، واحفظ لنا وديعة عطاياك الإلهية. خلص لبنان، أنت أيها الثالوث الممجد، الآب والابن والروح القدس، لك المجد إلى الأباد. قديشات ألوه قديشات، حيلتونو قديشات لمويوتو. قديشات ألوه قديشات، حيلتونو قديشات لمويوتو. قديشات ألوه قديشات، حيلتونو قديشات لمويوتو. اترحم علينا أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونسخي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأباد. آمين. إنما توا ماركوس لوقا يوحنا الآثار أعلنوا بشرى القدوس في الأربعة يسوع إيحاء روحانية، يبقى في الروح مطبوع إشراقا نورانية. ربي يا من تقابل خدما خدمة الأبرار، يا حنون تقابل واستجب الأبرار. القراءة الأولى قراءة من سفر أشعيا النبي. ويل للذين يكتمون في الأعماق عن الرب مشورتهم، فأعمالهم في الظلام وهم يقولون: من يرانا ومن يعلم بنا؟ يا لعوجكم، أيحسب الجابل كالطين حتى يقول المصنوع في صانعه: لم يصنعني؟ ويقول المجبول في جابله: لا عقل له. أليس عما قليل يتحول لبنان جنة والجنة تحسب غابا؟ وفي ذلك اليوم يسمع الصم أقوال الكتاب، وتبصر عيون العميان بعد الضيجور والظلام، ويزداد اليائسون سرورا بالرب، ويبتهج المساكين من البشر بقدوس إسرائيل، لأن الظالم قد انقرض والساحر قد فني، واستؤصل جميع الذين يسهرون لأجل الإثم، الذين يحرمون الإنسان بسبب كلمة، وينصبون الفخ لمن يحكم عند الباب، ويستملون البار بأباطيلهم. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل قورنثوس. وبارك يا سيد. آمين. يا إخوتي، أنعود نبدأ فنوصيكم بأنفسنا؟ أم ترانا نحتاج كبعض الناس إلى رسائل توصية إليكم أو منكم؟ إن رسالتنا هي أنتم، وهي مكتوبة في قلوبنا، يعرفها ويقرأها جميع الناس. أجل، لقد اتضح أنكم رسالة المسيح التي خدمناها نحن، وهي مكتوبة لا بالحبر بل بروح الله الحي، لا على ألواح من حجر بل على ألواح من لحم، أي في قلوبكم. تلك هي الثقة التي لنا بالمسيح عند الله، وهي أننا لا نقدر أن ندعي شيئاً كأنه منا،
بل إن قدرتنا هي من الله، فهو الذي قدرنا أن نكون خداماً للعهد الجديد، لا للحرف بل للروح، لأن الحرف يقتل أما الروح فيحيي، والتسبيح لله دائماً. أعترف للرب بكل قلبي، أخبر بجميع معجزاتك. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص نفسه يفقدها، ومن فقد نفسه من أجلي يجدها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان بدلاً عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد بحسب عمله. الحق أقول لكم إن بعضاً من القائمين هنا لن يذوقوا الموت حتى يروا ابن الإنسان آتياً في ملكوته. حقاً والأمان لجميعكم. نلتقي اليوم بمناسبة كتير خاصة مع مئات آلاف الناس اللي عايشين زمن صعب جدا، وبطلب من قداسة الحبر الأعظم بابا فرانسيس والسيد البطاركي 10 من كافة الطوائف موجودين هلأ بروما بحضرة الفاتيكان، تيصلوا سوا، تيطلبوا من الروح القدس يلهمهم، حتى يخضوا الضمائر شوي، خاصة حكام لهم زمن طويل يمكن طريقة حكمهم صار في عليها عشرات آلاف علامات الاستفهام، وتيطلبوا من الروح القدس اللي رح يستشيروه يعطيهم مشورته وحكمته
تيقدروا يلهموا شعبنا بلبنان ومسيحيي العالم اللي منتشرين بأربعة أقطار العالم لخلاص هيدا الوطن الصغير اللي سمعونا كتير حكي على أنه أصغر من أنه يبتلع أو يقسم، بس ما قالولنا أنه هو بسرعة ممكن ينهار وممكن يصير علامة لكل الشعوب، علامة هزء أو علامة فارقة. أكيد هالصليب الكبير اللي حاملينه أهلنا صليب قاسي، بس علمونا كمان أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. فلشعبنا بلبنان والمنتشرين منقول لهم نعم أنتم حاملين صليب، ومن المملكة الأردنية الهاشمية منقول لكم عم نحاول نحمل هالصليب معكم، حاملينكم بصلاتنا وحاملينكم لحتى نمشي المشوار، مشوار الألم، درب الجلجل اللي أنتم ماشينا نمشيها معكم. يمكن بصعوبة قادرين نبلسم جراحاتكم، ولكن بهمنا تعرفوا أنه حتى نحن منتكي عليكم حتى وأنتوا حاملين صليبكم اليوم. مثل ما بيقول نص الإنجيل متى 16، من أراد أن يتبع يسوع عليه أن يكفر بنفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبع يسوع. أنا بحب ذكر إخوتي اللبنانيين اللي تركتهم من شهر مش أكتر إنه يسوع ما وعدنا إنه نكون عايشين أزمنة مجد، كان عارف تماماً إنه سوف تضطهدون، واللي عم يضطهدونا اليوم منه العالم، إنما الاضطهاد جاي من قلب البيت. وهيدا الشيء بيذكرني أنا وأنتو إخوتي المؤمنين بهيدي الراعية وبلبنان، إنه يسوع انطعن من أهل البيت، يسوع تركوه أهل البيت، يسوع خانوه. حكام كان مزمع أنه من خلاله يعمل بشارة كبيرة، ولكن مجلس السنهدرن والقاضي، الفريسيين، الكتبة، الأحبار، الكهنة تواطؤوا تآمروا على الرب وعلى مسيحه، هيك بيقول صاحب المزمور. مشان هيك بدي أقلكن نعم حاملين صليب وماشيين درب جلجلي صعب، ولكن نحن منعرف انه بنهاية هالدرب وهالجلجلي في قيامة. من اراد ان يخلص نفسه، وهلأ الحديث للحكام، يفقدها، مش بمجدها. السلطة والمجد، ويمكن كتير من الأمور اللي عشتوها آخر فترة من البردخة ومن التسلط ومن النتوشة بتصور كان لازم يكون إلى نهاية ومن زمن طويل، ولكن ما حبيتوا تخلصوا وطن ولا حبيتوا تخلصوا نفوسكم. مشان هيك بشوف انه نفوس كتير اليوم عم تسقط معكم، بشوف انه كتار من اهلنا يمكن لانه قلوبهم صارت سودة وايامهم مظلمة وحياتهم ما فيها فرح
وحدا سرق منهم كل شيء كانوا بيحلموا انه يورثوه لاولادهم. وهيدول الحدا هن انتو، وهالحدا كان مفترض يكون ناطور على امان وسلام وفرح وسعاده وايام واحلام، مشان هيك سقوط حكام وسقوط قادة لبنان بمنظومة شر خلتنا نفتقد للسلم والسلام والأمن ويمكن الأيام الهنية. لذلك إخوتي بدي أقلكن، إذا ناطرين إنه حكامنا يعطونا خلاص يمكن صارت القصة بعيدة، ننشدها ولكنها بعيدة المنال. اللي بحب أقوله اليوم هو إنه هيدول الناس مش بس عم بيخسروا وطن وعم بيخسروكن وطن وأرض والتراب مقدس وأحلام بنتوا بصعوبة كبيرة، لأنه من سنة 1975 ولسنة 2021 مارقين بأزمة صعبة، وصار مارق يعني عملياً 46 سنة. هال46 سنة حكي عنهم الإنجيل لمن يسوع بكي على أورشليم وقال لهم هدموا الهيكل أنا ببنيه بثلاث أيام، قالوا له بنينا الهيكل ب46 سنة أنت بتبنيه بثلاثة. إخوتي بدي قلكن بنهاية 46 ممكن إذا أنتوا الشعب، أنتوا الشباب، أنتوا اللي عم تحلموا اليوم والموجوعين اليوم تتكلوا على الله، تختاروا قادتكن على حسب قلب الله، قادرين بنعمة الله أنه توصلوا لخواتيم مفرحة. بس إذا رح نضلنا نعن ونبكي ونتباكى، نحضر شنتنا، نحضر قلوبنا تنترك، وإذا رح نضلنا بحالة البكاء والأنين، ويمكن كل ما تلاقينا مع بعضنا البعض وعم بحكي شبابنا وصبايانا، رح نضلنا بحالة ورقة نعوة بتصور رح نوصل لخواتيم بشعة. أكيد الرسل عاشوا اللي انتو عشتوه لمن لقطوا يسوع ولمن يسوع دخل على المحاكمة تبعيته. أنا بدي منكن أهلنا شبيبتنا أولادنا بلبنان تعرفوا إنه على الله فيكن تتكلوا، فيكن تتكلوا على بعض القاضي هل قلوبهم على حسب قلب الله، وفيكن اليوم تعروا كل قياداتكن هل بدعت بانهيار هيدا البلد. بدي قلكن اللي قالوا إنجيل اليوم، نعم شو ممكن يعطي الإنسان بدلاً عن وطنه، عن نفسه، عن أرضه؟ ماذا يعطي الإنسان بدلاً؟ هل بدنا نعطيه مأساة أكبر؟ إخوتي أنتوا اليوم اللي نحن عم نصلي معكم ومع القادة الروحيين اللي مجتمعين مع قداسة الحبر الأعظم، فيكن بكل بساطة تحاولوا شوي أكتر، تصلوا شوي أكتر، تتكوا وتتكلوا على الله شوي أكتر. عم قول هالشي لأنه ما في زمن بائس بدوم، ما في احتلال بدوم،
ما في ظلمة بتدوم، وما في حالة طوسية وعنجهية بتدوم، ولكن الوطن بدوم. محبتنا للوطن وللأرض وللأحلام اللي سكبناها والعرق اللي سكبناه بهالأرض أكيد بتدوم. أنا بدي قلكن اللي قالوا بلعام بالعهد القديم: أنا شايف سلام لبنان، أراه وليس حاضراً، أبصره وليس ببعيد. نعم أنا شايف الخلاص قريب، شرط أن نكون مؤمنين بيسوع المسيح أنه الخلاص لا محالة آتٍ. مشان هيك بقلكن نعم أنتوا اللي اليوم عم بتذوقوا طعمة الموت وطعمة البؤس والشقاء، إلكن آية من الإنجيل متى 16: إن بعضاً من القائمين هنا لن يذوقوا الموت حتى يروا ابن الإنسان آتياً في ملكوته، حتى يروا خلاص لبنان آتياً، حتى يروا حاكم بلبنان أو حكام أو وزراء أو نواب بلبنان على حسب قلب الله. أنا بقول نعم نحن معكن، نعم منصلي معكن، نعم قلوبنا معكن، وأكيد سوا نمشي درب الجلجلة، سوا نصلب على صليب، ولكن نؤمن أنه سوا سوف نقوم لا محالة، ونعلن انتصار شعب لبنان وقضية لبنان ورسالة لبنان على كل اللي اتطاوصوا، اللي نهبوا، اللي عملوا منها الوطن الهيكل مغارة لصوص، وقادرين بنعمة الله ننتصر. منصلي من الأردن معكن، وأكيد قلوبنا معكن، وشو فينا نعمل كمان لحتى نبلسم جراحاتكن رح نعمل. نؤمن بإله واحد، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهور، إله من إله، نور من نور، إله الحق من إله الحق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البوتي، تألم ومات وكبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي. إيت الوقت المدبحي دلو دحل تخمر يودا بارين وبزادي قطف آلفين صلوا على أيمة المران آلون قبل كرمون نترحم علين واصلوط مريو أمي
محمود حقيقي مرمورك من روم العمق لحقدني حبي علمو شلحان أبو ملتو تلو بسرو واخدر فرتو حيطي باسمتو قابل تنكر صد مريم أخراطو وقتو هم زي حل بيديونكو نعل مدبح هاليلويا قابل قربونا. كنيسة لبنان واللبنانيين بكل أطيافهم اليوم يمكن مرئين بزمن صعب، ولكن أكيد درب الخلاص عم ينرسم. يمكن ما بقى في لبنان ينزل أكثر مما نزل، ومن اليوم وطالع رح يرجع لبنان وشعب لبنان وشبيبة لبنان أطفالنا كبارنا يرجعوا يصيروا مقياس، مقياس كبير بالشرق الأوسط، ومثل ما سماهن قداسة البابا وطن الرسالة، بتصور رح يرجعوا على نية لبنان شعبه أرضه ناسه. إلى الرب نصلي. لبنان مثل ما كنا عم نقول قبل شوي معلق على صليب، صليبه كبير مثل ما كان يسوع على الصليب، بس يسوع قال وأنا عندما أرتفع أجتذب إلي كل أحد. إذا كان لبنان اليوم على صليب، أنا وإنتو لازم إخوتي نعرف تماما إنه لبنان اجتذب كل دول العالم، كلهم اليوم حاضرين بصلاتهم مع لبنان على مائدة حضرة الفاتيكان بحضور قادة الكنيسة، حتى سوا نقول نعم بعد الصليب في مجد كبير اسمه الانتصار على الموت بالقيامة. ارتفعت كالأرز في لبنان، سفر يشوع بن سيراخ الفصل 24. إذا بنقرأ منشوف نبوءة حلم عن لبنان، عن سرو لبنان، عن أرز لبنان، عن قديسي لبنان. أكيد اليوم قديسي لبنان مش بس شربل رفقة نعم طلا، وكمان قادة تانيين حملوا إرث، حملوا لبنان تخيري بقلوبهم، بطاركي أساقفي كهني رهبان راهبات. بدنا نقول نعم الأرز ما بيشيخ، وشعبنا بلبنان مثل الأرز راسخ مشلش بالأرض. أكيد في وهن، أكيد في وجع، ولكنه رح ينتصر ويشمخ من جديد كأرز لبنان، ورح يكون عنده عبير حلو كتير مثل عبير أرز لبنان. كتار من إخوتنا الموجوعين بالأردن حبوا بهالزمن البائس يكتبوا وجعهم، يكتبوا أمراضهم، يكتبوا صلواتهم، نواياهم، واليوم منقدمها على مذبح الرب مع كل المتألمين والموجوعين بوطننا، تنقول نعم رسائل حب من الأردن، من عمان، من كنيسة مار شربل للبنان واللبنانيين. وأنا اليوم بصلي على نية وجع كل هالناس ونواياهم، وأكيد أمنياتهم للرب لخلاص نفوسهم، لخلاص من أوجاعهم وألامهم، ولخلاص
وطن الأرز لبنان. كذلك القربان اللي هو تعبنا وجعنا عرقنا منقدمه على مذبح الرب ومنقله للرب، مثل ما رح تحول الخبز لخبز الحياة وشوية خمر تيكونوا دمك. نحن يا رب بنعرف انه هالدم افتدى خلص اشترينا، مشان هيك رح نقدمهم على المذبح ونذكر شعبنا شرقنا المتألم، وأكيد رح نذكر كل اللي منتشرين وعم بيشهدوا لأوطانهم تيكونوا علامات فارقة وخارقة. هالقربان رح يتقدم على هالمذبح اليوم، نطلب من الرب يحوله ويحول المتألمين إلى ناس عندهم سلام وأمن. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك هؤلاء من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطبوية ولدة الله مريم، القديس يوسف ومارون وشربل شفيع هذه الرعية. أذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة بخاصة لبنان وشعبه، واذكر اللبنانيين المنتشرين في هذا العالم والمتألمين، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. عليك السلام بلا ملا يا نجمة البحر والأمان، يا المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. نفور مار بطرس صفحة 751. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعاً وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضاً في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس لنا وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي بالمسيح خدام الروح القدوس. والرجال
حيث اليأس والنور حيث الظلمة والفرح حيث الكآبة. يا رب استعملني لسلامك. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. آمين. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لا حق وواجب. حقاً إنه لا واجب ولائك أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إن نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين قدوس. وبيوم هودك دم حشودي لي مع بيت حي ساب اللحم بداو قدي شوتو وبريخو قديش وقصويا بالتلمداو كادو مار ساب خول مني والخون هونو ديني تاو فغرو دي حلوف يكون وحلوف سجية ما تقصي وما تهي حسوي حوب والحاي ده العلم علمين. هو خانو عالكوس ودمزغ ومن حمر ومن مايو باريخ وقديش ويا بالتلمدا وكادو مار سابشتاو منيك والخون هونو ديني تاو دمودي دياتك احداتو دحلو فيكون وحلو فساقية متشاد ومتهيب حسو يتحوب والحي ده العلم علمين. وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحياة ونسألك مغفرة الخطايا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك
إياك نبارك لك نسجد بك نعتلم ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما ربى ساعة أحبين ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون فيجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية على نية قداسة الحبر الأعظم بابا فرانسيس اللي أقام اليوم برج خلاص لشرقنا المجروح وللبناننا اللي عم بيقاسي مأساة كبيرة على نية قادتنا الروحيين المتواجدين هلأ بالفاتيكان تيطلبوا مشورة الله على نية قادتنا الروحيين المسؤولين عن نشر بشارة الملكوت وقضية يسوع القائم من الموت ويكونوا شهود بهالشرق المتألم إلى الرب نصلي أيها الرب إله يا من جعلت من وطننا أرض صلاة وقداسة أرض رسالة تنشر جمال وجهك ويفوح من طرابها عطر كلمتك ها نحن اليوم مع أبينا البابا فرانسيس ورؤساء الكنائس في لبنان نرفع دعاءنا إلى الله قائلين بصوتي إلى الرب نصرخ بصوتي إلى الرب أتضرع نضرع إليك يا رب أن ترفع عن بلادنا خطر الدمار والانهيار وترمم بعين عنايتك جبالنا وسهولنا شمالنا وجنوبنا أرضنا وسماءنا وتمن علينا بالخيرات مع أبينا البابا فرانسيس ورؤساء الكنائس في لبنان نردد قائلين بصوتي إلى ربنا أصرخ بصوتي إلى الرب أتضرع نضرع إليك يا رب أن ترفع عن بلادنا خطر الأمراض والفقر والجوع وترمق بعين عنايتك غلال أرضنا وبركة بيوتنا وعرق أتعاب شعبنا وتمن علينا بالخيرات مع أبينا البابا فرانسيس ورؤساء الكنائس في لبنان نردد قائلين بصوتي إلى الرب أصرخ بصوتي إلى الرب أتضرع نضرع إليك يا رب أن ترفع عن بلادنا خطر الحقد والانقسام والتفكك وترمق بعين عنايتك حكاماً ورؤوساً أرشدهم ودبرهم ونور عقولهم بنور حكمتك اللامتناهية ليعملوا من أجل الخير العام ويغلبوا مصلحة بلادنا على مصالحهم الشخصية مع أبينا البابا فرانسيس ورؤساء الكنائس في لبنان نردد قائلين
بصوتي إلى الرب أصرخ، بصوتي إلى الرب أتضرع. على نية كل الشهداء والشهود واللي استشهدوا على أرض الوطن لبنان، على كل نقطة دم سفكت على هالأرض المقدسة، على نية كل اللي اليوم حقيقة عم بيفقدوا الرجاء، وعلى نية كل الأموات اللي كان لهم يمكن حظوة إنه يندفنوا بهالأرض، اللي كتير سمعت من أنا وصغير عنا نيال اللي رح يكون له مرقد عنزي بلبنان. على نية هالشهود والشهداء منحطهم على مذبح الرب ومنقول له للرب أنت كفيهم، أنت حط على روسهم إكليل المجد، وأرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. أبوت كشتو بروخ دبحو دم رائل أغلونو قابل دحلو فيميت وتحاسبه وقور بورو سابين إيدي وتراوني ولوتيت خارلي قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى نضرع إليك اللهم الآب، معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة مع إخوة لنا في لبنان وفي العالم، ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحي الغافر وأمام جسدي مخلصنا ودمي المحيي لمن يتناوله، واكمل البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك ضارعين إليك، أهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين.
نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسألوا الرحمة والحنان الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة آب واحد قدوس ابن واحد قدوس روح واحد قدوس تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد يا رب إلى السماء محبتك وإلى الغيوم أمانتك يا رب إلى السماء محبتك عدلك مثل الجبال وأحكامك غمر عظيم يا رب إلى السماء محبتك أيضاً وأيضاً بك رب نعترف والتسبيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر لك شكرنا لك حبنا لك قلبنا نحن لك كلنا يا يسوع ربنا بارك واحفظ أهلنا كل من يعنى بنا واستجب ربي سؤلنا أرزاق الخضراء كلثوم السماء رمز للعذراء عيناها صورة لبنان والقلب دوما سهرا ها إن عينا أدهى نحو الأرزات الخضراء أحميها من عين الأدهى نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأباد السلام لجميعكم أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك احفظهم بصليبك كن لهم سترا وملجأ كملهم بفيض بركاتك فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس لنا وإلى الأباد آمين يا رب بارك لبنان احفظ شعبه أستر وساعد حكامنا والمسؤولين فيما بيننا أظهر طريق الحياة والخلاص للمؤمنين أظهر رحمتك وتحننك
على كلنا. احفظ إخوتنا البعيدين، احرس القريبين، وكل أولئك الذين اشتركوا معنا من الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، والشرق الأوسط، ولبنان، إن كان بالقول أو بالفعل. فالرب الإله الذي قبل قرابين الأخيار القدماء إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقبل قرابينهم ونذورهم وزكاتهم وعشورهم، ويصنع راحة وذكرا صالحا لأمواتهم، ورجاء مباركا وحفظا لأحيائهم، بطلبات أم الحياة والدة الله مريم والقديس شربل شفيع هذه الرعية والكنيسة وجميع القديسين. أمين. خلص شعبك، بارك ميراثك، رعهم وارفعهم إلى الأبد. آمين. الله يقدسكم.